ورجعنا لحضراتكم النهاردة، وأول خبر معانا الرئيس السيسي يصل إلى السعودية لحضور قمة جدة للأمن. الحقيقة هذه القمة الكبيرة جدا جدا اللي ما بين يعني مجلس التعاون الخليجي مضاف عليه بدعوة من المملكة العربية السعودية لمصر والأردن والعراق بحضور الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي طبعا وصل بالأمس في زيارة هامة إلى المملكة العربية السعودية، وكان قبلها في زيارة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبعد كده توجه إلى المملكة العربية السعودية. فالنهاردة هي قمة هي الأهم الحقيقة يمكن في العالم كله، لأن هي بتجمع قادة الشرق الأوسط مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والكلام والحديث عن العلاقات ما بين الدول العربية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وماذا يحدث عشان الكل يبقى كسبان. العلاقات الدولية ما فيهاش واحد يبقى كسبان واحد خسران، هي وين وين، احنا الاثنين كسبانين. فبيبقى اوقات التحالفات الكبيرة ما بين الدول العربية في لقاء مع الولايات المتحدة الامريكية بيبقى هذه التحالفات لها ثقل وليها كلام كتير جدا، والاجندة بيبقى عليها كلام كتير جدا، منه المعلن ومنه اعتقد كمان الغير معلن، لكن بنتمنى بشكل او باخر ان تكون الزيارة يعني سبب في يعني مناقشة عدد كتير جدا من الموضوعات السياسية الهامة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأكبر في العالم، هي الدولة التي يعني كان يفترض أن هي تحكم العالم، لكن في الفترة الأخيرة في عدد كبير جدا من القضايا المشتركة اللي محتاجة يعني ترابط ما بين الدول العربية وبعضها، ومحتاجة جلوس على مائدة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنتابع بكرة وبعده إن شاء الله يعني مخرجات هذه الجلسات، إن شاء الله نكون معكم بكل التفاصيل الخاصة بالجلسات. نروح لوزارة الصحة، وطبعا يعني يمكن حضراتكم عارفين ان في بعض الامراض الوبائية والامراض الموسمية زي الانفلونزا الموسمية، زي الالتهاب السحائي، الحصبة، انواع الحصبة بقى، الحصبة العادية، الحصبة الألمانية، كل الكلام ده الدولة عملت خريطة وبائية لبعض الامراض المشتركة عشان يبقى في خطة لمواجهتها والتعامل معها، وخصوصا طبعا في ظل أزمة كورونا. ما نقدرش نقول أزمة كورونا أصل انتهت خلاص الموضوع خلص على كده، بل بالعكس الدولة دلوقتي يمكن لها استعدادات خاصة جدا لمواجهة موسم جديد لكورونا ممكن يجي بتبعياته بتغيرات كبيرة أو مختلفة. وده اللي بيخلينا نقول للناس مهما كنت حاسس أن الفترة دي هادية أو الدنيا مستقرة، لا ده احنا داخلين على موجة ستة. في ناس يمكن امبارح كنت بتكلم مع حد فبيقول لي ايه ده، هو الرابعة والخامسة دول جم امتى؟ احنا آخر حاجة سمعنا عنها التالتة، من كتر دي ورا دي ورا دي. انت مستغرب الستة؟ انا ما اعرفش وصلنا للستة اللي هي الستة اللي جاية، كورونا كبرت قوي يعني ده فهتبقى بقى في السبعة والثامنة ولا إيه اللي هيحصل. الموضوع محتاج خطة كبيرة لمواجهتها، بالإضافة لأن إحنا في حربنا مع بعض الأمراض زي ما بقول كده الموسمية، واللي بالفعل موجودة وليها أعراض بقى مشتركة، هي في تصنيفاتها تكون مشتركة. فإيه خطة الدولة في ده؟ ده محتاج فيه كلام كتير. لازم كمان نكون عارفين أن حملة طرق الأبواب اللي احنا اتكلمنا عنها أكتر من مرة وللدولة بتقوم بيها دلوقتي، وبدل ما حضرتك كنت بتدخل تسجل على الموقع وتستنى الرد وردوا عليا ولا أنا مقدم بقالي 3 شهور، لا بقالي شهرين، وصلنا لمرحلة أن أنا بختار، لا أنا عايز أخد نوع اللقاح ده، لا أنا عايز أخد نوع اللقاح ده، أنا بسمع عن ده كذا. الدولة دلوقتي موفرة كل أنواع اللقاحات، اللقاحات بالمجان بتوصل لحضرتك لغاية عندك ومن غير أي تعب ومن غير حتى تسجيل. دلوقتي بيبقى محدد مجموعة من المحافظات أو عدد من المحافظات، كل شوية بيكون في مجموعة مختلفة، هتلاقوها في الميادين العامة، في الأماكن زي مترو الأنفاق، في محطات الأتوبيس، في الميادين، في الكنايس، في المساجد، مراكز الشباب، كل الأماكن اللي فيها تجمعات هتلاقوا فيها فرق عدد كبير، يعني من 500 و600 فرقة طبية في المحافظات دي بتبقى موجودة عشان تدي الناس اللقاح. أعتقد الموضوع يعني
محتاج مجهود كبير وتنسيق كبير. وخلونا برضو نعرف تفاصيل أكتر عن خطة الدولة للمواجهة من الناحيتين أو على الجانبين. دكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أهلا بك يا دكتور. صباح الخير على السادة المشاهدين، صباح الفل دكتور أمجد. حبي أسأل حضرتك برضو، يمكن الناس محدش بيفكر احنا وصلنا للموجة الستة في كورونا، يعني هل عدى كل الوقت ده؟ منتظرين لسه استمرار أو موجة هتيجي قاسية زي الموجات اللي فاتت، ولا إيه اللي احنا بنتوقعه وبنستعد له إزاي؟ طيب بصي، احنا كان الفترة اللي كانت الناس اتطمنت لأن ما كانش عندنا الحمد لله إصابات، وبالتالي في جزء كبير من المجتمع اللي كان المفترض ياخد قرعه تعزيزيه كان بيطنش او بيكسل، ولا خلاص كده كورونا انتهى. ايوه كورونا لن ينتهي، ولكنه قد ينتهي كجائحه، لن ينتهي كفيروس سيظل موجود. الفكره فيما يسمى اضعاف الفيروس، ان الموجه ما تكونش قويه، ما تكونش عنيفه في اصاباتها وفيتها. طب من نعمه ربنا ان الحمد لله معظم الاصابات من الدرجه البسيطه والمتوسطه، نسب الحالات الخطيره او الشديده لا، معظم الحالات 95% من الحالات حالات بسيطه وتعالج منزليا. وده من نعمه ربنا بفضل مظنه اللقاحات، وبفضل ايضا ان التحور الجديد للفيروس اكثر قدره على الانتشار ولكنه اقل حده واقل خطوره. ولكن لا يزال عندي فئه خطيره، ان انا لسه بقول للناس يا جماعه نحافظ على هذه الفئه، هي فئه كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، اصحاب المناعه الضعيفه. ايوه دكتور امجد، دكتور امجد اللي اخذ الجرعتين بتوع اللقاح زي ما حضرتك بتقوله متكاسل في الثالثه، حابه برضو حضرتك تقول على فاعليه اللقاح، انه بيستمر معايا قد ايه؟ انا بقالي 6 شهور اخذت، بقالي سنه اخذت الجرعتين الاولانيين، خلاص بقى انا كده بقى عندي مناعه، ينفع كده؟ الناس معتقده ان اللقاحات الفيروسيه بتدي مناعه ابديه، للاسف لا. زي لقاح الانفلونزا، اقصى مده بيديها اللقاح مناعه هي 6 اشهر، وبيحتاج الشخص بعدها في ظل وجود جائحه الى جرعات تعزيزيه. ايوه بمعنى ان اللي مر عليه 6 اشهر هيروح لاي مركز الدوله موفره كل التطعيمات في كل المراكز دلوقتي، هتقول في محطات المترو، في قوافل طبيه، في عربيات، في الميادين. انت بتخش تاخد، بتسجل اسمك وتاخد الجرعه ساعتها، ما فيش فكره التسجيل وهتجي لك رساله متاخر، فانت ساعتها بتاخد اللقاح، يعني مفيش عذر ليك ان انت تقول لا انا مش هروح، تستنى التسجيل، تسجل، هتاخد في ساعتها الجرعه التعزيزيه. عدى عليك 6 اشهر، مهم جدا لان دي بتعزز مناعتك وبتزود نسبه الاجسام المضاده اللي تديك حمايه ضد الاصابه وضد مضاعفات الاصابه. ومش هيفرق النوع دكتور امجد، يعني انا اخذت صيني بعد كده اخذت جونسون بعد كده، يعني مش مشكله ايه النوع اللي انا اخذته في ال3 مرات بالفعل. اي نوع مهم ناخده، مش هتفرق اي نوع بالظبط، والفكره مش فكره اصابه وخلاص يا جماعه، في ناس لا تزال تعاني من مضاعفات الاصابه، مش شرط ان انت اصبت اصابه وممكن تخف منها بسهوله، في ناس تزال تعاني من تليف رئوي، من مشاكل تنفسيه، من مشاكل عضليه، من مشاكل نفسيه ما بعد الاصابه. اللقاح بيغنينا عن كل هذه الاشياء، لقاحات ومظنة اللقاحات بجانب الإجراءات الاحترازية مهمة جدا جدا في المرحلة اللي احنا فيها. نتوقع الموجة الستة تبدأ من امتى عشان نبتدي ناخد حذرنا ونلبس الماسكات مرة تانية؟ من امتى احنا ابتدينا الموجة الستة؟ بنقول للناس يا جماعة ضروري جدا جدا نلبس الكمامات تاني، ضروري نعمل إجراءات التباعد، ضروري جدا نقبل على إجراءاتنا الاحترازية تاني. الذروه بتاعتنا هي اللي اتقال عليها امتى؟ لسه لحد دلوقتي ما نقدرش نقول، قدامنا 2 او 3 نصف ذروه الاصابات، لكن احنا فعليا ابتدينا في موجه الان والاعداد بتزيد للاسف، ربنا يسترها كده. بشكرك جدا دكتور امجد الحداد رئيس قسم الحساسيه والمناعه بهيئه المصل واللقاح. اعتقد نخلي بالنا دكتور بيقول بالفعل الموجه السادسه بدات، الكيرف تدريجي طبعا بيعلى زي ما تعودنا او شفنا في كل الموجات اللي فاتت، فبلاش نستنى نوصل للذروه وبعد كده نعيط ونقول هنعمل ايه دلوقتي يعني. وبعدين احنا شفنا في الفتره الاخيره عدد كبير جدا من الناس زورها وجعها، يقول لك زوري وجعني، مروحه اللي انت دايما تقول عليها اللي هو المروحه برد المروحة ده. أيوة. فغالبا هو ده كورونا يعني، هو طبعا الأعراض بقت تيجي أخف من زمان، وهو يمكن ده اللي مخلينا يعني الدنيا ألطف، وإن شاء الله تعدي على خير ويبقى كله زي الفل. تعالوا نشوف التعليم، وزارة التعليم والتقديم لمسابقة 30,000 معلم مستمرة حتى يوم 24 يوليو. احنا ابتدينا 2 يوليو اللي فات التقديمات للعاوز يشتغل وظيفة معلم يعني في وزارة التربية والتعليم، التقديمات كانت 2 يوليو ومستمرة ان شاء الله لحد يوم 24 يوليو. اي حد يقول لحضرتك خد الورق بتاعك ودي المكان الفلاني هو بيخدعك، مفيش تقديم ورق يدا بيد، تقديم الورق على الانترنت فقط على الموقع المخصص، ادخل على الانترنت وقدم، يعني بوابة الوظائف الحكومية هتدخل هتلاقي وظيفة 30,000 معلم، ادخل قدم. وانا هقول لحضراتكم ايه المطلوب.
بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مساعد معلم لمرحلة رياض الأطفال أن يكون المتقدم خريج كلية التربية الرياضية رياض أطفال، أنا آسف، كلية التربية رياض أطفال أو تربية طفولة مبكرة أو قسمي رياض الأطفال، خريج الطفولة المبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو الحاصلين على دبلوم مهني من إحدى كليات التربية رياض أطفال. يعني في ناس بتبقى خريج مثلا كلية تجارة، كلية أداب، أي حاجة، لكن حصل على دبلومة مهني من إحدى كليات تربية رياض الأطفال أو كلية التربية مبكرة بعد الدرجة الجامعية، يكون التقدير العام ما يقلش عن جيد. المؤهلات المتاحة كمان، ده رقم واحد. رقم اتنين، المؤهلات المتاحة لوظيفة معلم، أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية، تعليم أساسي أو ابتدائي، معلم فصل، ألا يقل التقدير العام عن تقدير جيد. تمام، يكون خريج إحدى الكليات اللي احنا قلناها هتقدمه. أنا بزعل جدا 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 من السادة اللي هم خريجين الكليات التربية وعايز يشتغل معلم، ويقعد يبعت لنا كل شوية يقول لنا يعني أقدم فين وروح فين واجي منين. أنت معلم، ده أنت اللي هتعلمنا بعد كده، يعني هتعلم ولادنا بعد كده. فدور، ادخل على الإنترنت، ادخل على الوظائف الحكومية، ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم، هتلاقيهم حاطين اللينك، ادخل وقدم، شوف ايه الطلبات المطلوبة وقدم. أنا النهاردة بقعد أفصص، لما يعني أنا كمذيع يعني بقعد أفصص الدنيا لما بكون بنتكلم على حاجة على المعاشات وفيها تجديد معرفش كارت وبتاع، بقعد بالراحة خالص بفصص الدنيا. لكن انت معلم، انا مينفعش اقعد افصص لك الدنيا قوي. انت حضرتك ادخل على الانترنت وشوف ايه اللينك وقدم. والتقديم اخر يوم 24، ما تجيش يوم 25 تقول لي ينفع اقدم ولا ما اقدمش. وبالتوفيق يا رب للجميع. او ما كنتش عارف في ناس كتير ما بتسمعش بالمسابقة ومشافتش اللينك، فاحنا دينا بنقول وبالتوفيق يا رب للجميع. تنسيق الجامعات 2022، طبعا حضراتكم عارفين اختبارات القدرات اللي يعني بيقدوها طلبة الثانوية العامة اللي بتأهل لدخول بعض الكليات، وفي كتير من الطلبة لان امتحان القدرات ده بيكون قبل النتيجة ما تظهر، مش شرط ان بعد ما النتيجة تظهر فشفت مجموعي، فمجموعي ده انا عايز ادخل فنون جميلة، عايز ادخل فنون تطبيقية، عايز ادخل تربية رياضية، ابتدي اختار الكلية اللي انا عايزها واعمل امتحان القدرات. الكلام ده مش مظبوط. وزارة التربية والتعليم وكمان التعليم العالي اعلنت ان اختبارات القدرات هتكون بعد امتحانات انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة وقبل ظهور النتيجة، قبل ظهور النتيجة. فبالتوفيق للجميع. لكن كمان في بعض الكليات زي ما انتم حضراتكم عارفين ايه الكليات اللي بتتطلب اختبار قدرات، كان من ضمنها كلية السياحة والفنادق، لا، تقرر عن طريق المجلس الأعلى للجامعات إلغاء اختبار الكليات لكلية سياحة وفنادق. فدي هتكون من ضمن التنسيق بشكل عادي جدا زي كل الكليات، مش محتاجة اختبار قدرات. أرجوكم تتابعوا من على الموقع مواعيد الاختبار وإزاي ممكن نقدم لها وندفع الرسوم بتاعها عشان ما تضيعش الفرصة على ولادنا في الامتحان. كمان من أخبارنا الأرصاد الجوية وحالة الطقس النهاردة وإيه الأخبار والجو الحر وحر، هيصل الرطوبة، هي المشكلة يعني تمال فترة الصيف أو في الفترة اللي احنا بنعيشها، مش بس درجة الحرارة لكن ارتفاع الرطوبة في كتير جدا من المحافظات. تعالوا نشوف مع بعض درجات الحرارة. مبادرة كلنا واحد، الحقيقة يعني هي مبادرة ممتدة من مرحلة لاتنين لتلاتة، وصلنا لغاية رقم 22، ومع انتهاء كل مدة بتم مدها وتبتدي من أول وجديد. ودي
تضامنا مع الناس وعشان الناس تقدر تلاقي احتياجاتها من السلع الاستهلاكية بأسعار، يعني طبعا احنا عارفين كلنا الأسعار في السوق عاملة ازاي، فلما الاقي الحاجة بخصم 25 و30% عن السوق بره ويمكن في بعض الأحيان أكتر من كده، حتى طبعا أسعار اللحوم يمكن الأيام اللي فاتت قلنا ازاي منافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية بتوفر اللحوم بأسعار بعد كيلو اللحمة بقى ب200 وفي أماكن تانية ب250، لما الاقي السعر ب120 وب130 140 جنيه في المجمعات الاستهلاكية، فأعتقد ده فرق كتير، وقيسوا على كده كتير من السلع الأساسية اللي احنا بنحتاجها. منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية موجودة دلوقتي في كل مكان، يعني ما أعتقد أن ما فيش منطقة في أي محافظة إلا ما هتلاقوا ليها كشك أو بارتيشن كده موجود جوه فيه كل الاحتياجات بتاعتكم، بالإضافة طبعا للعربيات المتنقلة واللي بالتحديد كده وبتوجيهات صريحة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأماكن الأكثر احتياجا تكون متوفرة فيها العربيات. يعني الواحد طول ما هو ماشي بيشوفها في الأماكن وفي الشوارع العربيات دي موجودة. ممتدة المبادرة في المرحلة الحالية 22 لغاية آخر شهر يوليو. كمان من أخبارنا النهاردة، وزارة الكهرباء تنتهي من تركيب 1,000,000 عداد كودي للمناطق المخالفة، ووصل عدد العدادات الكودية اللي تم تركيبها من قبل وزارة الكهرباء 2,200,000، يعني الطلبات 2,200,000، اللي تركب بالفعل حوالي 1,000,000 عداد كودي. عايز أقول العداد الكودي ده اتعمل مخصوص للناس اللي بيشغلوا الكهرباء بما يسمى بالممارسة، تلاقي عنده بيت مش متسجل، شقة مش متسجلة، في عمارة مش مترخصة، فتلاقيه بيدفع حاجة اسمها الممارسة. واحد بيدفع 150 جنيه، واحد بيدفع 200، واحد بيدفع 600، واحد بيدفع 700، واحد بيدفع 500 وبيستهلك كهرباء مثلا ب 3,000 جنيه في الشهر، مشغل بقى تكييفات وبتاعه وبيدفع 500، واحد تاني بيدفع 500 وهو اصلا سايب الشقه مش شغال فيها بس بيدفع الممارسه دي في شركه الكهرباء، ولو ما دفعش بيحصل له مشاكل كبيره جدا. فهم طلبوا من الناس ان هم يقدموا طلبات ان تتحول فكره الممارسه لعداد كودي، لكن من اسمه هو كودي، يعني مش بيجي باسمك. يعني برضو اقول تاني الحته دي، يعني حضرتك اسمك اشرف صالح عبد المنعم، اي اسم بقى بقوله خلاص يعني. فاشرف صالح عبد المنعم ده هيجي العداد مش مكتوب باسمه اصلا، يعني هيجي العداد اسمه 6408 مثلا يعني. فده يعني بتقول كده ليه؟ لان في ناس بتفتكر ان هي لما بتركب عداد مكان الممارسة ده يديله أحقية أو يثبت ملكيته للشقة، أو محدش يجي يقول له الشقة مش مترخصة، أو يعني يبقى ده إثبات ملكية أو إثبات إن محدش يجي يقدر يقول إن الشقة مخالفة. ده ولا إثبات لأي حاجة، ده عشان تحاسب شركة الكهرباء. أنا بس بوضح لحضراتكم النقط دي لأن في ناس بتبقى مش عارفاها. هو يقول لك طالما أنا ركب لعداد يبقى الشقة 100 فل و14 ما عليهاش مخالفات وكده بثبت ملكيتها. هي لا ليها علاقة بالمخالفات ولا بتثبت ملكيتها، هي ليها علاقة إن حضرتك نظام الممارسة في مصر مش هيبقى موجود بعد كده، واللي قاعد في شقة مخالفة أو شقة لسه مش مترخصة أو فيها أي مشكلة ومشغل كهرباء فبنركب له عداد يحسب تكلفة الكهرباء اللي بياخدها زيه زي أي حد، لكن هذا العداد لا لي اسم، يعني لا باسم صاحب الشقة ولا بيثبت ملكيته ولا أي شيء آخر. بنبقى فاهمين غلط وبنضيع حقوقنا وننام في العسل على ان احنا كده بتركيب العداد. في ناس بتبيع على فكره الشقه كده يبقى الشقه مخالفه ويقول لك شقه بعداد، وانت طالما قال لك شقه بعداد تشتري وانت جاب الزبون. انا اشتريت يعني بالزبط. مجرد ما بعت لي رساله قال لي شقه بعداد انا كده حطيت في بطني بطيخه صيف زي ما بنقول. لكن ايه العداد؟ يعني العداد باسمك ولا العداد كودي؟ لما تيجي تشتري شقه وبسال السؤال خد العداد اللي باسمك. طيب نروح لحجز التذاكر بتاعه القطارات. أزمة كبيرة جدا كنا بنعاني منها إن الواحد يحجز تذكرة قطر، ما فيش تروح لغاية المحطة ما فيش تذاكر، تذاكر القطر بتتباع سوق سودا وتدفع فيها أكتر عشان خاطر إنك تلاقي، طوابير على الشبابيك في محطة السكة الحديد عيش بقى، ممكن القطر أصلا يفوتك وأنت بتسأل على تذكرة، حدث ولا حرج. لو فضلنا نتكلم على المشاكل في المنظومة اللي فاتت الخاصة بحجز تذاكر القطارات، إلكترونية
معين دلوقتي تقدروا تحجزوا تذكرة القطر. أيوة، يعني أعمل إيه؟ تقدر تنزل أبليكيشن خاص بالسكك حديد مصر على الموبايل بتاعك وتحجز منه إلكترونيا. أهم حاجة إنك تتأكد إنك نزلت التطبيق الصح، يعني مش أي أبليكيشن، ما في أحيانا كده لما نيجي ننزل نلاقي حاجات شبه بعض كده في الأسماء. فأهم حاجة تتأكد إنك منزل الأبليكيشن مظبوط. بعد كده السكك حديد بتقول ان من خلال هتدخل، بعد ما تتاكد انه مظبوط، هتدخل بطاقه الكارت بتاعك، بطاقه الدفع الالكتروني، هتسجلها وتبقى خلاص موجود عشان من خلالها تقدر تدفع. عارفين اللي كان بيحجز في الاوتوبيسات والسوبر جيت والشركات بتاعه النقل دي من خلال الموبايل والابلكيشن، بتشوف حتى الكراسي، رسمه الاوتوبيس، وتلاقي شوف الكرسي اللي انت بتختاره، عايز الاولاني، عايز جنب الباب، عايز في النص، عايز في عربيه 10، في عربيه 3، فتقدر تختار كمان الكرسي اللي انت عاوزه، الدرجة بتاعة القطر، هركب درجة أولى، هركب درجة تانية، هركب مميز، اليوم اللي عاوز أسافر فيه، كل ده بتقدر ان انت تحدده من خلال التطبيق. وبعد كده بتضغط على كلمة حجز وبتطلع لك شكل التذكرة عندك موجودة على موبايلك من غير أي حاجة، بتركب بيها وتوريها للي هيعدي يشوف التذاكر بتاعتك. الناس اللي معاها موبايل آيفون والناس اللي معاها أندرويد من خلال ده أو ده تقدروا تنزلوا، هتلاقوا التطبيق على الايفون اسمه ENR على الايفون. على الاندرويد هتلاقوه باسم قطارات مصر حجز واستعلام. قطارات معنى ده بالعربي وده بالانجليزي يعني؟ ما اعرفش بقى خلاص، لا دي تفرقة عنصرية يعني، معلش يعني، يبقى الاثنين زي بعض. حاضر، هنكلمهم يخلوا سكك في كل الاحوال التطبيق خاص بسكك حديد مصر، وبطل انت اللي تعمل تفرقة بين الناس وتولع. دي كانت اخبارنا النهارده. النهارده بنفتح ملف احنا مره تانية وثالثة ورابعة. انا عايز اقول على حاجة، ويمكن انا وهبة كررنا الجملة دي اكتر من مرة، احنا كتير جدا من الموضوعات بناخدها من حضراتكم، يعني مش بتبقى افتكاسة مننا ان احنا نفكر في موضوعات جديدة او كده بتاع، ساعات بنعمل كده طبعا يعني، لكن في كتير جدا من الحاجات بتبقى كترة الرسائل وكترة التعليقات اللي بتجينا، افتحوا الملف ده، الملف ده الناس بتستعي بتتكلم فيه، احنا بنسمع كلام من بره بنبقى بناخد مصداقيته منكم، افتحوا لنا الملف ده. فمن ضمن الملفات اللي اتبعتت لنا وكنا عايزين نتكلم فيها، وعلى فكره الملف ده هيبقى قالت حتى في المقدمه اتفتح اكتر من مره وهنتكلم فيه في اكتر من جهه. النهارده هنتكلم عن المثليه الجنسيه، وهنتكلم من الناحيه الطبيه، ومره تاني بقى نتكلم من ناحيه روحيه ودور الكنيسه والكلام ده كله. وبتمنى زي ما قلت برضو في المقدمه بقول تاني، اهلنا المصريين اللي عايشين خارج مصر اللي بيعانوا من هذه الازمه الموجوده في مجتمعاتهم، المجتمعات الاوروبيه وكندا وامريكا واستراليا، اللي بيشجعوا على المثليه الجنسيه، اللي بيدعموا هذه الفكره، فاحنا المصريين بيعانوا من هذه المشكله، ارجوكم تتواصلوا معنا النهارده. نتكلم في تفاصيل أكتر عن الموضوع ده، تقدروا تبعتونا برضو على صفحة البرنامج أو على اللايف، أو على لو ما لقيتوش اللايف شغال على البوستر اللي مكتوب عليه صباح النور أسئلتكم، وإحنا هنقراها كلها وإن شاء الله تكون حلقة وفقرة مفيدة. نخرج لفاصل ونرجع نكمل حلقة.